صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، هل الدابة قد تكون في السماء؟ الدابة ما دب ودرج، وكل ما دب ودرج يسمى دابة، ولكن عرف الناس الآن إن الدابة غير الإنسان، هل عرف أو هو بلغة؟ اللغة إن الدابة كل ما دب ودرج على الأرض أو في السماء. نعم.